بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز التمرين الأول من تقويم ودعم الأسدوس الأول، الصفحة 55 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي. أصل كل بطاقة بالملف الذي سترتب فيه. إذن هناك بطائق وملفات. عدد 680509. إذن سوف نبحث في هذه الملفات عن الملف المناسب لوضعها. الملف الأول من 690000 إلى 699999. إذن 680000 وهنا 690000. يعني هل هذه البطاقة يجوز أن نضعها في هذا الملف؟ إذن هذا الملف يبدأ من 690000 وهذه البطاقة يعني 680، لا، إذن هذه البطاقة لا توضع في هذا الملف. ننتقل إلى الملف الثاني من 680000 إلى 689999. إذن 680 إذن هذه البطاقة مناسبة لهذا الملف. البطاقة الثانية 690911. 690911. سوف نبدأ دائما بالملف الأول. 690 يعني من 690000 إلى 699999. إذن 690 إذن هذه البطاقة مناسبة لهذا الملف. البطاقة الثالثة 707865. نبدأ دائما من الملف الأول 690000 وهذه 707، هذا الملف لا يناسبها. 680000 كذلك هذا الملف لا يناسب هذه البطاقة. 710000 يعني 710000 وهنا 707، إذن هذا الملف غير مناسب لهذه البطاقة. من 700000 إلى 709999. إذن 707 وهذا الملف يبدأ من 700، نعم، إذن هذه البطاقة مناسبة لهذا الملف. البطاقة الأخيرة 710001. إذن سوف نبحث عن الملف المناسب لهذه البطاقة. إذن 710001. إذن هذا الملف يبدأ من 690، لا 600 يعني 80، لا 710، نعم، إذن هذا الملف هو المناسب لهذه البطاقة. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.